بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنعمل مع بعض يا جماعة إن شاء الله قسم الفوتر، بس هنقف وقفة هنا جميلة عشان في سؤال واحد سألهوني، والمفروض إن أنت تكون وقعت في الغلطة دي أو في المشكلة دي وأنت بتشتغل، أو تكون قابلتك والمفروض إن أنت تكون حلتها، لأن حلها بسيط جدا ومش محتاج، بس هنتناقش عنها شوية. موضوع إن أنا مثلا عملت البلاير بوكس ده كلهم مثلا جنب بعض، وقلت له إن آخر واحد ما يكونش مثلا فيه مارجن أو ما يكونش فيه بادنج أو على حسب ما أنت عملت على سبيل المثال. هو هيطبق عليه الكلام ده كله ليه؟ انا طبعا في الاخر عملتهم كلهم بادنج رايت عادي عشان الصور تبقى قد بعضها، بس لو انت حبيت تقول له ان اخر واحد ما فيهوش بادنج مثلا، ورحت قلت له الكلام ده بطريقه النوت لاست اوف تايب، طيب ده دلوقتي اللاست اوف تايب، وانت رحت حطيت ديف اسمه كلير فيكس بعده. خلينا نعمل الموضوع ده هنا في الصور. لو انا جيت حطيت في الصور على سبيل المثال هنا كلير فيكس ديف كلاس بيساوي كلير اي حاجة في الدنيا، مش مهم، مش تفرق معانا. المهم معانا ان اللورين بوكس ده ما بقاش اللاست تشايلد دلوقتي، او ما بقاش اللاست اوف تايب. شايف ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هو التالت اهو عمل مارجن رايت 3%، وكمان ليه؟ لان ده ما بقاش التالت، ما بقاش اللي هو الاخير عندهم، يعني بقى ده الاخير الكلير فيكس اللي انت عامله، لانه دخل من ضمن المنظومة. طيب حل الموضوع ده بسيط وسهل ومن ضمن البيست براكتس. الحل ان احنا نطلع الكلير فيكس بره عشان ما يخشش جوه المنظومة دي، والحل التاني ان دايما العناصر بتاعتك اللي زي دي كلها تكون محطوطة جوه كونتينر. وده السبب اللي في ناس كتير سألوني في الجروب، كان يقول لي هو انا ليه ما نسقش الديف بتاع الجريد سيستم بتاع البوتستراب، وليه بتحط ديف جواه وما تحطش التنسيق على الجريد نفسه من بره؟ هنا نفس الفكرة، ليه انا انسق العنصر ده نفسه وما يكونش ليه اب اتعامل مع الاب مثلا؟ الاب لو انا حطيته له وجيت قلت له فيرست تشايلد، خلاص ده فيرست تشايلد، مفيش حاجه هتخش في المنظومه تاني، اي حاجه عايز تحطها تحطها بعد الاب اللي فيه العناصر دي. فانت كده خرجت نفسك من الهيدك بتاع ان في عناصر تدخل زياده او اي حاجه تحصل. طيب هتقول لي على فكره انا مفيش عناصر هتدخل زياده، انا بكتب العناصر بايدي. اقول لك على فكره انت غلطان، في انظمه اداره محتوى بالهبل، ولو بتشتغل دوت نت، تشتغل شير بوينت، تشتغل ووردبريس، دروبل، حاجات كتير جدا، في بلاجنز بتحط حاجات جوه العناصر بتاعتك، فممكن يروح حاطط لك عنصر بعد ده يبوظ لك المنظومه بتاعتك، يحط لك سبان هنا، يحط لك ديف هنا، يعمل لك اي حاجه تبوظ لك الفكره اللي انت بتعملها. علشان كده الافضل يكونوا العناصر بتاعتك اللي انت عايز تحدد بالادفانسد سيلكتور بتاعتهم يكونوا في اب واحد. طيب ندخل على الفوتر على طول، وكفايه رغي، عملنا فوتر جواه كونتينر، وهنكتب كلمه تيست ونروح ننسق الفوتر بتاعنا في صفحه الهوم بيج. لا طبعا، ازاي تنسق الهوم بيج وما احنا عمالين نحكي في ايه من الصبح؟ تخش على اللاي اوت على فوتر، هقول له الفوتر بتاعنا باك جراوند كلر، تعالوا كده نجرب لون الهويه بتاعنا، لون الجري كلر اللي احنا عملناه. ادي الفوتر بتاعنا تمام وزي الفل والحمد لله. يجي حد يقول لي انا نقطه الكونتينر دي ما كنتش بفهمها، ليه بتحط الكونتينر جوه؟ تعال كده نعمل الكونتينر فوق والفوتر فوق في النص. بص ايه اللي حصل، الالوان بدات من اول الكونتينر بتاعك. ميزه ان دايما يكون الفوتر هو الاب والكونتينر جوه يمسك المحتوى، ان انت تقدر تطلع بالقسم فول سكرين زي كده. القسم زي ما انت شايف فول سكرين كامل بالوانه، والكونتينر ماسك لك بس المحتوى بتاعك اللي جوه. طيب جميل جدا، ندخل بقى جوه الكونتينر وهنقول له طبعا ما عندناش هنا هيدنج ولا حاجه، ديف كلاس بيساوي اول واحد عندنا هيكون مثلا الجاليري سلاش ديف. ادي جاليري في بوكسين تحت بعض، الكمباني ديتيلز ممكن نسميه ديف كلاس انفو مثلا، اخر حاجه كونتاكت. بقى عندنا جاليري، بقى عندنا انفو، بقى عندنا كونتاكت. جوه الجاليري عندي ديفين تحت بعض، واحد فيه صوره وكلام زي ما انتم شايفين، جنبه ال H3 H4 وتحته الكلام بتاعنا والصوره. طيب هيبقى عندي ديف كلاس بيساوي مثلا جاليري بوكس او ايمج بوكس، احنا بنكتب كل ده البنيه ما بنعملش اي حاجه تاني غريبه. الايمج بوكس هيكون جواه الصوره، ايمج سورس بيساوي جوه الايمجز عندي صوره اسمها F01، جبت صورتين انا، والالترنيت تكست ممكن تكتب فيه اي حاجه مفيش مشكله. بعدين H4 هنكتب فيه هنا ايه، مش عارف الكلام العجيب اللغه الشيطانيه اللي هو كاتب بيها دي، هنكتب لوريم تيستينج تايتل على سبيل المثال سلاش H4، وبعدين نفس الكلام ده هنكرره طبعا بس بعد ما نحط الباراجراف. ادي باراجراف لوريم طبعا كبير جدا، هو عايز بس 3 سطور تقريبا، فممكن على سبيل المثال لحد كلمة دولار دي بس كويس.
سلاش بي. بقى عندي البوكس بتاعي كامل اهو، حاسس والله اعلم انه يعني ما زال الكلام كتير جدا، فممكن لحد هنا كده ظريف شوية. اوكي، بقى عندي انا دلوقتي الايمج بوكس بتاعي كامل، هعمل منه نسختين بالشكل ده تحت بعضهم والحمد لله. نغير الصورة هنا F1 F2. اوكي، بعد كده عندي القسم اللي جنبه على طول عبارة عن كمباني ديتيلز. ممكن كمباني ديتيلز دي تكون فيها ULLI او نستعمل ال HTML5 تاج اللي اسمه address زي ما تحب، مفيش مشكلة كل واحد. وبعدين في هنا زي H4 تاني بس بلون مختلف اللي هو مواعيد العمل، وتحتها مواعيد العمل. طيب، يبقى جوه الانفو هيكون عندنا UL plus بيساوي، هنسميها مثلا، او احنا مش هيكون عندنا غير UL واحدة جوه الانفو، سلاش UL جواها LI سلاش LI بالشكل ده. بقى عندي انا دلوقتي كام واحدة؟ خلينا نشوف، 1 2 3 4 و3. بقى عندي 7 1 2 3 4 5 6 7. اوكي، بعد ال UL بتاعتي هيبقى فيه H4، ممكن نسميها او نديها كلاس معين نكتب جواها working hours H4 كلاس بيساوي working، وبعدين paragraph هنكتب فيه كلمة Monday Friday مش عارف ايه والكلام ده كله سلاش بي، هنسيبها فاضية ونعبي التكست بعد ما نخلص. الكونتاكت عشان ما نطولش وقت الدرس هيبقى عبارة عن فورم، هنحطها برضو ان شاء الله. خليني اعمل فورم سريعا ونوقف وقت الفيديو. وادي الفورم بتاعتنا يا شباب، كاتب هو طبعا قبلها كلمة contact us، وهنا في company details، وهنا latest from the blog. كل الحاجات دي هتبقى نفس ال H3 بتاعك، هنا مثلا عايز تحطه قبل الجاليري او جوه الجاليري زي ما تحب. فهعمل هنا H3 واكرره، هسميه section title مثلا. وطبعا ده جميل ان هو يكون جلوبال في الفوتر بتاعك كله، ما تضطرش تحطه جوه قسم الجاليري او جوه قسم الانفو، هيكون حاجه جلوبال ماشيه معاك في كله، فممكن تحطه عند الفوتر دايما فوق. سيكشن تايتل، وهكتب عليه هنا latest from blog، ونفس ال H3 ده سريعا هننسخه ونخليه في قسم الانفو فوق ال UL، هنسميه هنا company details. وبعدين اخر واحد خالص عندنا اللي هو الكونتاكت اس، وده البرنس الاخير خالص كونتاكت اس. لحد هنا يا جماعة والحمد لله بنينا البنية بتاعتنا وكله تمام وفاضل التنسيق. طيب، عند التنسيق عشان نستغل وقت الدرس في ان احنا نقفله بحاجة مفيدة، هنعمل حاجة ظريفة جدا. احنا عملنا هنا ملف اسمه buttons ومحطيناش فيه اي ازرار. طيب، احنا عندنا هنا input type بيساوي submit، وهديها class اسمه main button، ده الزرار الرئيسي بتاعك اللي انت هتعمل فيه الشغل اللي انت عايزه كله. هنخليه من ضمن هنا الازرار بتاعة الكومبوننت بتاعتنا. المين بوتون ده هيكون الباك جراوند بتاعته لون الهوية بتاعي اللي هو الريد كلر، بعدين الكلر هيكون ابيض، البوردر مش هيكون فيه بوردر، البادنج ممكن نقول له 10 بيكسل 15 مليمين وشمال، بعدين التكست الاين سنتر، بعدين المينيمم ويتس ممكن نقول له 120 بيكسل، احنا بنجرب طبعا مفيش مشكله خالص من التجربه. هنا عايزين نحط الزرار، احنا نشوف الاول مستدعينه ولا لا. تعالوا نروح للهوم بيج بتاعتنا، هنا في ازرار مفيش، مش مستدعين الزرار، فلازم طبعا نستدعي الزرار. بعد الكومبوننت انت عامل هنا في كومبوننت هيدنج، تحط البوتن بعديها او قبليها زي ما تحب، الترتيب كويس. ادي بوتنز كده استدعينا الازرار، واقول له ريلود. ادي الزرار بتاعنا، يعني شكله مش زي هناك بس احنا بنجرب العمليه. فاضل له بس ايه، شويه بوردر راديوس مثلا 10 بكسل. وبعدين المشكله اللي انا ما بحبهاش بصراحه، تكست ترانسفورم ابر كيس عشان يكون الحروف كابيتال، مع اني والله بكره الحرف يكون كابيتال كده، بس ظريف مش مشكله. وممكن عشان ما نزعلوش فونت ويت بولد. عملنا زرار اسمه مين باتون، ده هيكون معانا لو حابب ان انت تستخدمه في تصميمك في اي مكان. كل اللي عليك تحط الزرار الكلاس بتاعه. طيب، عشان اثبت لك الموضوع ده مفيد ومهم، جيت في مره طلبت معاك ان انت تدخل اليوتيوب، شفت درس في قناه الزيرو او اي قناه تانية، عشان قناه الزيرو زهقونا بيها، وبعدين لقيت افكت جميل على الزرار. افكت عباره عن هوفر، ما بيعملش اي حاجه، يعني هوفر بسيط جدا. طيب،
الهافر البسيط ده انت عايز تطبقه. طب هتروح بقى الاول فاكرين كنا بنعمل ايه؟ نروح نطبق الهافر ده على جميع الازرار الموجوده في كل مكان واشوف انا حاطط الزرار فين ووديه فين واجيبه منين. لكن دلوقتي عندنا كومبوننت جاهز، الكومبوننت ده جميل جدا وجاهز ان انت تعدل عليه. هقول له هنا اند هافر، لما اعمل عليه هافر الباك جراوند بتاعته هتكون الريد كلر. حد يقول لي ايه يا عم انت بتهزر انت ولا ايه؟ هو اصلا ريد كلر. انا هقول لك انا بس ما تقلقش، انا هغير اللون ده دلوقتي، هعمل ريد جرين بلو الفا اللون بتاعنا وادي له اوباسيتي 8/10، وبعدين تعمل عليه هافر يروح عامل الريد كلر الاصلي بتاعه اللي انت شايفه ده. فاقول له ريلود زي ما انت شايف، اروح عليه عمل الشكل اللي انت شايفه ده. وبعدين مفيش مانع خالص لو قلت له ان الكارزر يكون بوينتر عشان تعرف ان هو كليكابل بالشكل ده، ويعمل شكل ظريف زي ما انت شايف. الميزه بس في الموضوع ان انت بتعدل من كل مكان من هنا، هو بس ده اللي انا عايز اقوله لك، هي دي الميزه، هي دي اظرف حاجه في الموضوع. وما تنساش تتدرب على الميكسن وتحط ترانزيشن هنا عشان اعرف ان انت حفظت الميكسن اللي احنا عملناه وبتشتغل بيه ولا لا. بعد ما نخلص الفيديو هحطه انا هنا عشان يعمل تاثير الانتقال بشكل ظريف. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.